الغضب غول العقل، لو تمكن من الإنسان لقتله، ولربما قتل نفسه، بل واعتدى على ولدي وطلق امرأته. تتكلم مع زوجتي شوحي، قال الكلمتين، رفعت صوتها، مقابلة غضبها بغضب مماثل هيكبر الموضوع. أسكت؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صمت اللي يسكت نجا. تنجي بالفضايح والمصائب والمشكلات، برضو ما انتش قادر، افتح الباب واخرج كما فعل علي بن ابي طالب رضي الله عنه. الحل ازمتي دي وانا مشتعل نار وانا غضبان، اسيب البيت واخرج. قالت رضي الله عنها: لقد كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فانت ساعد اي ازمه، لو تملك منك الغضب اخرج من البيت. ساعه الغضب تعمل اي حاجه. كنت في قناه الناس القديمه وانا على الهواء، تليفون، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ عندي سؤال. تفضل يا شيخ. انا سامعني؟ ايوه سامعك، تفضل. قال انا قتلت ابني. في نهايه الحلقه دعيت دعوتين وقفلت. تصل على الكنترول، اكلم فلان، حاضر تفضل عبد الرحمن. نعم عبد الرحمن تفضل. قال انا فلان اللي كلمتك من شويه وانا بقول لك رساله واضحه كده، انا قتلت ابني. فانا بقول له انت شغال ايه؟ انا شغال مهندس. قلت له مرحبا، طيب اخر وقت انت خدت فيه ادويه نفسيه وعصبيه؟ قال يا شيخ انا ما اخدش ادويه نفسيه، انما القصه ان الله عز وجل ابتلاني بامراه سليطه اللسان، يعني مقاس لسانها 43 تقريبا. ففي حال غضب وطي صوتك، ما توطي صوتك انت يا بنت الجيران، مش همك الا الجيران، والله لا صوت. كلمه مقابل كلمه، كلمه مقابل كلمه. انت مش متربيه، والله انت لا متربي ولا في عيلتك راجل. ها؟ كلام مقابل كلام. قال لي ولدي رضيع لم يبلغ العامين، ولا بدا يصرخ، قول من شده تملك الغضب مني سكت الولد والا اقتله. قالت له لو راجل اقتله. قال فامسكت بولدي وظللت اضرب بولدي في جدار الحجره، وما افقت الا لما كان ولدي جثه هامده غارقا في دمائه فارق الحياه. الغضب جنون. الانسان ساعه الغضب لما يتملك منه الغضب لا يستطيع ان يتحكم في اعصابه، لما يتملك منه الغضب يبقى حاله كالمجنون، وهنا لا يعاتب عما يصدر منه. وكنت ارى وانا صغير رجل يمسك يدي الفاس والريح الغيظ واضرب في الحمار شي ها يلا. اقعد اقول لابي: يا ابي الراجل ده كلم مين؟ يقول لي كلم الحمار الله يرحمه رحمه واسعه. والغضب اللي مش قادر ينفسه مع زوجته بيطلعه في ايه؟ يطلعه في الحمار. يا حبيبي هتقف بين يدي الله عريان لتسال على الفتيل والقصير، على الصغير والكبير. ايه يعني مزوتك رفعت صوتها؟ جريمه؟ ما انت بتسب وتلعن وتشتم وتضرب وتقصر وعملت اللي ما اتعملش، رفعت صوتها، ايه الموضوع يعني؟ كانت عائشه رضي الله عنها ترفع صوتها على النبي، ايه المشكله يعني؟ وابوها اللي دخل في حل الازمه وقال يا عدوه نفسها، ازاي ترفع صوتك على سيدنا النبي؟ جريمه. هي دي الرجوله؟ لا، رجولتك في بيتك، احتوائك لزوجتك واسرارك داخل البيت، مش فضيحي عند الناس والبلد كلها عارفه اللي عندي. لا ينبغي لك وانت انسان مسلم ثم عاقل ان تفعل مثل هذا. انا ما اقدرش امنع نفسي من الغضب، ولا حد في الدنيا يقدر يمنع نفسه من الغضب. الغضب واقع في بيتي وفي بيتي، بل في بيوت ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد سرعه، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.